وزير الخارجية الألماني شتاينماير يزور قطاع غزة وسط ترحيب فلسطيني وتساؤلات إسرائيلية. تنظيم داعش يهاجم المعارضة بريف حلب الشمالي والأخيرة تحشد قواتها لمواجهته. واستمرار غارات التحالف على مواقع للحوثيين في ظل انتقادات لحوار حوثي أمريكي إيراني في العاصمة العمانية. أخبار اليوم مع فراس حامد. أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار اليوم. وزير الخارجية الألماني فالتر شتاينماير يصل إلى قطاع غزة بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول غربي بهذا المستوى منذ 9 سنوات، حيث وصفتها حماس بالزيارة المهمة. زيارة شتاينماير إلى غزة وأهدافها في تقرير فالح حبيب. جولة إحياء العملية السياسية التي يجريها وزير الخارجية الألماني فالتر شتاينماير في المنطقة لم تتوقف في إسرائيل، فبعد التقائه مع صناع القرار فيها انتقل سريعا إلى الأراضي الفلسطينية، حيث التقى برئيس الوزراء الفلسطيني رامل حمد الله متخذا التصريحات الرسمية نهجا له، مؤكدا أن الطرفين الفلسطيني والألماني متفقان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. أنا متأكد من أن كلينا، أنا ورئيس الحكومة، ندعم هدف إقامة دولة مستقلة ديمقراطية فلسطينية، والتي بعد مفاوضات وتسوية حسنة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. لكنني أؤكد علينا ألا نهم أنفسنا، فنحن نعلم أن الطريق شائكة ومعقدة. شتاينماير انطلق من رام الله إلى غزة، وهناك أشار إلى ما أكده بالأمس أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إعمار غزة يقف في سلم أولويات بلاده، مشددا على أن ترك غزة على وضعها الحالي يعني ترك برميل بارود مشتعل دون إطفائه، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى المساعدات الاقتصادية والاستثمار، وهذا لن يتم إلا من خلال فتح المعابر من جهة ووقف إطلاق الصواريخ من جهة أخرى. نحن بحاجة إلى الاستثمارات المحلية أو في الخارج، وبالتالي نحن بحاجة أيضا إلى إمكانية تصدير السلع التي يتم إنتاجها هنا في غزة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال فتح الحدود. إعمار غزة على جدول أعمال الوزير الألماني، وهناك من يشير إلى أن بونا هائلا بين ما يعلن عنه وما يحاك وراء الكواليس، فالوزير في غزة لدفع عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. أكان تمهيدا يضرب عصفورين بحجر واحد أو حقا هو ما يقال؟ تبقى النتيجة واحدة، تحركات قد تمنح غزة متنفسا وقد تكون كغيرها وما سبقتها من زيارات رسميا. ولمتابعة هذا الملف معي في الاستوديو السيد خميس أبو العافي الإعلام والمحلل السياسي، مرحبا بك. وسيد جولان برهوم إعلام ومحلل سياسي، مرحبا بك. أريد أن أبدأ معك سيد جولان. زيارة دعنا نقول مرتقبة إلى قطاع غزة بعد زيارته مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، كانت معارضة إسرائيلية لهذه الزيارة لكن تمت في نهاية المطاف. كيف تقرأ هذه الزيارة في البداية إلى قطاع غزة؟ للأسف الشديد هناك جمود سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الإدارة الأمريكية غير الشعب الأمريكي، بل بالخاص هذه الإدارة الأمريكية انسحبت من تفاوضات بين الطرفين في عدم اعتراف بدولة إسرائيل أو قبول المطالب الإسرائيلية، وبسبب ذلك في هناك تداخل أوروبي بالخاص ألماني. إذا وأنا أقول بشرط هذه الزيارة هي لأسباب إخلاقية إنسانية من قبل ليس فقط ألمانيا بل دول الدعم، لا توجد أي مشكلة. لكن إذا نستغل يعني الطرف الثاني راح يستغل هذه النقطة لاستمرار تفاوض سياسي أو محاولات للضغط على إسرائيل أو لا سمح الله صفقات تبادل أسرى قصدي يعني مخربين، هذا هو أمر غير مقبول. أنا متأسف أنه الشخصية كريمة مثل وزير الخارجية الألماني
في الزيارة في الشكل معين بشكل معين اعترف بالسيادة بسيادة عصابة حماس. لكن إذا حين نعم. ربما رسالة لكن حتى هو ربما الرسالة ليست من وزير الخارجية نعم. الألماني. إسرائيل كانت تستطيع أن تمنع منه زيارة قطاع نعم. غزة، لكن الرسالة من الحكومة الإسرائيلية بأن المقاطعة ورام الله كما هي في قطاع غزة، بأن الوزير الخارجية نعم. الألماني يستطيع أن يزور المقاطعة ويستطيع أن يزور قطاع غزة. لنا كثير مطالب من السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية بالإضافة، لكن غريب من هي السلطة الحاكمة عند الشعب يسمي نفسه فلسطينيين، حكام رام الله أو حكام غزة؟ هو نفسه، أردت أن أكمل كلامي، هو نفسه ما اجتمع بال يعني مع مسؤولين من الطبقة العالية، مسؤولين في غزة، لقاءات رسمية. في لماذا؟ لأنه هو زار في الشجاعية، وهو نفسه رأى الأنفاق التي بنيت من حاجات التي قدمتها إسرائيل بالشاحنات. إذا الأمر هو فقط أمر اقتصادي إنساني نعم. لا توجد أي مشكلة. إذا هناك كما قلت محاولات للضغط على إسرائيل أو تسويد إسرائيل، وطبعا هناك كثير محاولات فلسطينية حتى في كرة القدم كما رأينا للتسويد وجه إسرائيل، هذا أمر غير مقبول نعم. وفي حاجة لردود فعل إسرائيلية. نعم سيد خميس، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ أولا هذه زيارة مهمة، حبذا لو التقى أيضا وزير الخارجية الألماني حتى بقيادة حماس في قطاع غزة لسبب واحد بسيط. أنت تريد أو لا تريد، تحب أو لا تحب، لا يمكن أن تتجاهل كون حماس تمثل شرائح كبيرة في المجتمع الفلسطيني. فإذا أردت أن تجذب حماس إلى حلقة التفاوض، التفاوض حول إعمار غزة، ثم التفاوض حول وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ثم التفاوض حول رفع الحصار عن غزة، ثم التفاوض حول إمكانية أن تندرج أو أن تندمج حركة حماس في العملية التفاوضية التي يرتقب أن تستأنف من جديد ما بين الفلسطينيين وإسرائيل. إذا أردت فعلا إرساء قواعد سليمة ومتينة لإقامة سلام حقيقي وعادل يكفل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فلا يمكن أن تتجاهل حركة حماس. يعني أنا أقول أقوال هذه ليس حبا في حماس، ولست مؤيدا لحماس، ولكن أقول كمن يقرأ الخارطة الفلسطينية السياسية قراءة صحيحة، نحن نرى بأن كل استطلاعات الرأي العام التي يتم تداولها في إسرائيل تشير إلى تفوق حماس حتى في الضفة الغربية على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى حركة على حركة فتح. فإذا أردت فعلا إزدال الستار على الوضع الراهن وفتح ثغرة أمل للعيش باحترام ما بين الشعبين، أنا أعتقد بأنه لا يمكن أن تتجاهل حركة حماس. نعم تفضل. كل واحد عاقل إذا هو في أوروبا، إذا هو في الولايات المتحدة، إسرائيل وبعض من الفلسطينيين في مناطق يهودا وصمرة عارفين أن لا توجد أي فائدة للتفاوض مع عصابة، عصابة لا تعترف بدولة إسرائيل، عصابة التي بانت بنية إرهابية بعد انسحبنا من غزة، عصابة التي اليوم تستعمل تبرعات أوروبية فيها ألمانية لقتل يهود مواطنين غير مسلحين. غير أنا، مصر أم الدنيا تسمي حركة حماس كعصابة إرهابية، الأخت الصغيرة للإخوان المسلمين، هي تقوم بحصار ضد الفلسطينيين، كما أنت عارف هناك حصار مصري فلسطيني في الحدود. وكما قال الرئيس إسرائيلي نتنياهو قال من زمن غير من اليوم، كل أمر إنساني، حاجات يومية أساسية مركزية، لقمة عيش يريد الشعب الفلسطيني أو ما مسمى الشعب الفلسطيني، كهرباء، حديد، أي إشي كما قلت، لا توجد أي مشكلة، بشرط واحد، إرهاب على حسابنا. لا، دعنا من المصطلحات الانتهازية السياسية. لا، لماذا شيئا نسبة الإرهاب العملية التفاوضية؟ لا، مصطلحات. إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اتهم من قبل البريطانيين على أنه أكبر إرهابي. صح، غير صحيح. منحيم بيجن كان مطلوبا من قبل الجهاز الشرطي البريطاني بتهمة أنه كان إرهابي. لا اسمح لك تغير التاريخ. الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كان معنونا من قبل إسرائيل على مدار عقود من الزمن بأنه فلسطيني إرهابي، ثم رئيس الوزراء الإسرائيلي وأكبر شخصية عسكرية تاريخية في العصر الحديث لإسرائيل إسحاق رابين صافح يده
وتفاوض معه ثم صافحه بنيامين نتنياهو الصقري. يا عمي دعك من المصطلحات السياسية الانتهازية، نحن نريد حياة كريمة وآمنة للشعب الإسرائيلي، وهنالك أيضا شعب فلسطيني لا تستطيع أن تتجاهل بأن له حقوق. صحيح. إذا جعلت من نفسك رهينة لمصطلحات لا تخدم دفع العملية التفاوضية، فأنت تقول لي بالحرف الواحد نحن مقبلون على مرحلة استنزاف، على مرحلة مأساوية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. أنا يا حبيبي اسمع، أنت شخصيا أنا هنالك شرائح كبيرة اليوم في المجتمع الفلسطيني تقول بأن إذا رغبت حكومة إسرائيل بحق وحقيقة كما يقال بالعامية، فنحن سوف ندعم أي سلطة فلسطينية تقودنا إلى شط الأمان. وهنالك شرائح كبيرة في المجتمع الإسرائيلي لا يمكن أن تتجاهل ذلك. أنا أقول ما نحن بأمس الحاجة كما قال في حينها جورج أورفيل الزعيم الحقيقي، هو الذي يستطيع أن يقود شعبه رغم رغبة شعبه في بتاتاً. نعم دعني سيد جولان لا سأعود إليك، لكن نكون عادلين مع التاريخ. مناحم بيغن وإسحاق شامل وكل الحركات اليهودية الصهيونية عمرها ما قتلت مواطنين على الأقل عن قصد، وفي بيانات وفي أدلة فقد مواطنين فقط جنود في ظروف معينة. هذا ليس موضوع، كن عادل من فضلك مع التاريخ. نحن ما قلنا على إبادة دولة قائمة. لحظة أريد أن أذهب إلى ضيف آخر. السيد سامح رمضان ينضم إلينا من قطاع غزة، إعلامي وناشط سياسي. مرحبا بك سيد سامح. في البداية سيد سامح، يعلق الكثير في قطاع غزة بالأخص على زيارة وزير الخارجية الألماني شتاين ماير، لماذا؟ يعني فتح علقت حماس علقت قبل الزيارة وبعد الزيارة، هناك اهتمام كبير جدا، وهناك يعني عملية يعني تمحو الأنظار حول هذه الزيارة، وهناك أيضا رد ألماني بسيط على الزيارة، قال بشكل واضح وبشكل بسيط الأمن مقابل التنمية البشرية. يعني هذا يؤخذ من السياق ردود فعل الدولية على عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل. هناك بارقة أمل أن يكون هناك بداية لإعادة الإعمار بشكل أكثر قربا، خاصة بعد عملية الاستقالة الأخيرة لكبير مسؤولين في الأنوروا بغزة. يعني هذه الزيارة قد تكون كسرا لعملية الحصار المفروضة على قطاع غزة، وقد تكون يعني أملا وتحريك شيئا من قليل في هذا الركود الذي أو إهمال الدولة الذي يتعرض له قطاع غزة. يعني هذه هي النظرة، وهذه هي نعم. عملية الشعور تجاه التغيير، تجاه زيارة أكثر من 60 شخصية ألمانية إلى قطاع غزة. هذه المسألة يعني تحمل في طياتها الكثير فوائد. وهل صدرت نتائج بما يتعلق بقطاع غزة من هذه الزيارة سامح؟ لا ليس بعد، صراحة ليس بعد الزيارة، يعني لم تستغرق سوى ساعات. وزير الخارجية الألماني لم يكن وحيدا، كان هناك صدمة من قبل الوفد الألماني عندما دخل قطاع غزة وتجول في مناطق متفرقة في القطاع وشهد حجم الدمار ووقف على آخر ما وصلت إليه الأمور من ناحية إنسانية. وكانت هناك تصريحات من وزير الخارجية والوفد الألماني أن قطاع غزة أصبح أو قد يكون برميلا قد ينفجر في أي لحظة. ولم نعم سامح، لم يلتقي المستوى السياسي رفيع المستوى، دعنا نقول في قطاع غزة. يعني هو بطبيعة الحال يلتقي فقط مع مسؤولين من الأمم المتحدة موجودين بغزة وبعض من وزراء حكومة التوافق، ولكن لم يلتقي بالطبع مع أي من الفصائل الفلسطينية، لأنك كما تعرف فراس هذه الشخصية أو هذا المستوى أو هذا الحجم من الشخصية يعني تكون له محددات في عملية الالتقاء بالأشخاص وبالجهات وبالأطراف التي يمكن له أن يلتقي بها. ولكن كما تعلم هي عملية الزيارة قد تنعكس بالأطراف لكل الأطراف وكل الجهات الموجودة داخل قطاع غزة. نعم سامح، هذه الزيارة لقطاع غزة أثارت تساؤلات بالأخص وتكهنات إسرائيلية حول غاية هذه الزيارة، ونحن نعرف بأن الطرف الألماني كان له باع طويل بقضايا تفاوضية حول تحرير أسرى إن كانوا لبنانيين أو فلسطينيين، وهناك من يقول بأن زيارة وزير الخارجية الألماني
تأتي بهذا الهدف، خاصة مع الأخبار التي نشرت على مفاوضات أو علاقات سرية بين إسرائيل وحركة حماس؟ يعني ليس من السهل أو ليس من يعني الأمر الهين نتحدث في هذا الإطار، لا زالت الأمور بعيدة حسب توقعات الكثيرين. هذه الزيارة لا أعتقد أنها لها علاقة من قريب أو من بعيد حول عملية هذا العنوان اللي تحدث عنه في عملية الأسر أو خلافه أو بداية التفاوض، خاصة أن يعني الطرف أو الحكومة الألمانية لا تبدأ بهذه السرعة، وليس من المعقول أن تبدأ هذه عملية بداية التفاوض أو إن كان هناك أصلا تفاوض بزيارة أو بشكل عملي كما شاهدنا اليوم. نعم، الأمور لا زالت بعيدة فرد. نعم، السيد سامح رمضان إعلامي فلسطيني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. سمعنا بالنسبة لي قضية ربما عملية تفاوضية بالنسبة للأسرى، هناك كانت تساؤلات إسرائيلية وأيضا تكهنات إسرائيلية، ونحن نعرف كما ذات السؤال بأن الطرف الألماني هذه ليست المرة الأولى التي قد يكون فيها طرف في عملية تحرير أسرى، كان مع حزب الله في السابق وأيضا حتى مع أطراف 2005 2004 حتى مع أطراف فلسطينية. هل برأيك شتاينماير يقوم بهذه المهمة في نهاية المطاف؟ ما عندي أدلة لذلك، لا يوجد في اعتقادي مكان لصفقات جديدة، وإذا عملنا غلطات كما عملنا في أيام أوسلو، أنت ذكرت رابين والقاتل المعروف ياسر عرفات، طبعا لا نرجع، طبعا نتكلم على قطعات من لحمية يعني لا جثة، إذا هناك جثة غير الناس يعني موجودين غير الناس موجودين في الواقع، وأنا طبعا لا أصدق ما عندهم أو ما لا عندهم أو ما عندهم أو لا يعني في الطرف الثاني. في اعتقادي كما قلت لا يوجد مكان لصفقة، لكن ملاحظة إضافية لما أنت قلت، هناك زحمة في غزة، هناك مخيمات في الرزة، هناك فقر في غزة، عصابة حماس هي لا تريد يعني بالنجاح أو بالتغيير الوضع الاقتصادي لأهل غزة، هي تريد أكثر زحمة، هي تريد أكثر فقر، أكثر من 60 سنة هم يسمي نفسه لاجئين، كيف يعقل إنه حتى اليوم هم لاجئين؟ يعني بالاختصار المشكلة هي غير أكثر تبرعات، أكثر نقود، تغيير السياسة الإسرائيلية، هناك سلطة عصابة إرهابية لا التزام لإبادة دولة، وتستعمل بكل الوسائل إذا عند قدرة لقتل المواطنين. هذا هو السبب المركزي، غير مسألة انسحابات إسرائيلية من مناطق معينة. كانت لهم فرص. أريد أن أسأله سؤال من خلال. كانت لهم كثير. له سؤال. إذا تطرقنا إلى حديث عن الرئيس الفلسطيني الشرعي محمود عباس أبو المازن. لا توجد. قلت بأن ليس لديه الدعم الكافي ليقود الشعب الفلسطيني. وإن تحدثنا عن حماس وكون حماس تمثل شرائح كبيرة في المجتمع الفلسطيني، تقول بأن هذه مجموعة إرهابية. لدي سؤال لديك. لا هي عصابة وهي عصابة. هذه لا تعترف بالدولة الإسرائيلية. لو سمحت إقلاعها الرسمي عن النضال المسلح، وقالت بأن على استعداد للاعتراف بدولة إسرائيل. هل أنت موافق على إقامة دولة فلسطينية في إطار تسوية من هذا إلى جانب دولة إسرائيل؟ أحجب من هذه النقطة، أنا مستعد أتفاوض. الآن أنت متفوض، برافو عليك، لكن أنا لا أتفوض مع عصابة لا التزام للإرهاب. أبو مازن يعترف بدولة فلسطينية هذا غير صحيح، هذا غير صحيح رسميا. لا، السلطة الفلسطينية هذه العصابة حكام رام الله لا يعترفوا. الدين الفلسطيني يقول باللغة العبرية أو باللغة العربية للأوروبيين للشعبين. لا تل أبيب لينا، الجليل لينا، في المخيمات في العالم، في المخيمات. أنا يسرني أن يقول ويقول رسميا أنا بعترف بالدولة اليهودية. وأنا تفوض من هذا. أولا لا يوجد مكان للإرهاب أو لعدم الاعتراف بالدولة. أول شخصية فلسطينية اعترفت بدولة يهودية لحظة بخلال محادثات، وأنت تسميه تصفه بالإرهابي، هو ياسر عرفات. منذ قبل ياسر عرفات كان إرهابي فعلا واعترف بدولة يهودية خلال أحد اللقاءات. غير صحيح، لا لدي مشكلة بالإعتراف
الاعتراف بدولة اليهودية إذا تم الاعتراف بدولة فلسطينية. عارف نرجع ل 2015 ياسر عرفات خطط إرهاب حتى في أيام التطور. أنا عندي ما عندي أي ثقة بالعصابة مثل العصابة. ربما بالنسبة للسؤال الذي سألته للسيد جولان قبل قليل، وربما هذه القضية الأكثر التي تشغل الإعلام الإسرائيلي وهي قضية التفاوض على أسرى بالنسبة لحماس وجثث بالنسبة للإسرائيليين، وربطوا ذلك أيضا بقضية عبدالله البرغوثي الذي أجرى مكالمة هاتفية من داخل للسجن الإسرائيلي والذي قال عليكم أن تنتظروا في هذه الصفقة. ربما شتاينماير في نهاية المطاف قد يكون المفاوض كما كان في السابق. ألمانيا لعبت على مدار سنية صراع الفلسطيني الإسرائيلي أدوارا متتالية فيما يتعلق بالوساطة ما بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. رأينا محاولات سابقة من قبل ألمانيا للوساطة في قضايا مختلفة ما بين إسرائيل وفلسطين، في حيز منها نجحت وفي حيز آخر قد فشلت. وإسرائيل ترغب أنا أنا, أنا 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 لا أنكر بأنه قد راودني الشك أو راودتني الشكوك بأن وزير الخارجية الألمانية الذي ذهب إلى قطاع غزة حيال موقف صمت إسرائيلي يعني بأن إسرائيل معنية بزيارته لقطاع غزة للاستفسار ربما. في قضايا يعني في قضايا شتى، منها ربما موضوع الأنفاق، ربما في موضوع احتمال إعمار غزة، ربما وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. يعني باكورة من المواضيع سوف يتم طرحها بشكل أو بآخر. وألا برأيك ربما مثل زيارة وزير الخارجية الألماني وهي يعتبر شخصية رفيعة المستوى وزير خارجية ألماني بأن تسمح له إسرائيل حتى أن الكلمة تسمح له بزيارة قطاع غزة وبكأنها تقول للعالم بأن رام الله وقطاع غزة هنا رام الله وهنا قطاع غزة، أنا أسمح لزيارات رسمية سياسية إلى قطاع غزة كما هو إلى رام الله، وكأنها تعترف دائما نقول بكيانين فلسطين. أقول لك شيء كيانات. قد يفاجئك، أنا سمعت من مصدر يعني مصدر إسرائيلي رفيع المستوى يعني قال لي بأن قبل أسبوع ونيف كانت دارت معركة ضروس ما بين عناصر حماس وما بين جهات يقال بأنها تنتمي إلى داعش. صحيح. بقول لك إسرائيل تمنت أن تنتصر حماس على فلول مسلحي المنظمة الإرهابية المسمى داعش، لأن إسرائيل في قرارة نفسها قالت بأن حماس أقل خطورة وأقل ضررا. حماس لقد تجرعت الدروس البراغماتية للتفاعل مع العمليات الجارية، أثبتت بأنها قد تستطيع أن تكون مفاوضة براغماتية موضوعية في شتى الأمور، هذا بقول إسرائيليين. عجبي برجل يقول أمور تخالف جميع أجهزة المخابرات والاستخبارات الإسرائيلية. لو سألت الشباك الإسرائيلي وأمان الاستخبارات العسكرية والموساد الإسرائيلي يقول في قرارات نفسهم إذا أعلنت حماس عن إقلاعها عن النضال المسلح يجب التفاوض مع حماس، لأنه حماس اليوم تمثل شرائح كبيرة في المجتمع الفلسطيني، رغبت أو لم ترغب ذلك. سيد جولان، حتى بدون أن تعترف حماس أو تتنازل عن النضال المسلح أجرت مفاوضات مع إسرائيل وكانت لقاءات بين حماس وإسرائيل. جلعاد شريط حرر بهذه الطريقة، والآن يدور الحديث حتى أحد القادة في إسرائيل قبل لواء قائد لواء الجنوب قال بأن لدينا مصالح مع حركة حماس، نتحدث مع حركة حماس. لا تستبعد هذا الأمر. أوضح لك في فرق معين، الأشياء محلية إعمار ترميم غزة أنا مستعدة أتفاوض، لا أشياء رسمية، لا أشياء حتى بالنسبة لجلاد شليت ولو أنا معارض للثمن الإنساني نحن دفعنا مقابل جندي واحد، لكن كما أنت تعرف إسرائيل تقدس الحياة بالمعاكس من عصابة حماس، هذا هو الفرق الإنساني الإخلاقي بين الطرفين. لكن الأشياء في الواقع على الأرض أنا مستعد أتفاوض. لا نربط بين أشياء اقتصادية إلى أشياء سياسية. إذا أنا أريد بالترميم غزة لصالح السكان فقط غير لصالح العصابة لو سمحت غير معنى أنا أتنازل عن مناطق يهودة وصمرة، ماذا الشأن هذا وهذا؟ دعوه يرد. الأمر اقتصادي اجتماعي في هذه الأشياء مجالات أنا مستعد أتفاوض أي حكومة على فكرة، وأنا مستعد بالإضافة أنا أقترح للتفكيك المخيمات، لكن من يريد الفقر والجوع والقتل واستمرار القتل فهذه هي عصابة حماس. وصلت الفكرة، تفضل سيدي.
الأمور الاقتصادية والاجتماعية يتم المرور إليها عبر الرواق السياسي. دون سياسة لا يمكن حل هذه الملفات بأي شكل من الأشكال. كان أولاً أي شعب الرئيس الإسرائيلي الأسبق الذي كان قائد سلاح الجو الإسرائيلي عيزر فايتسمان له مقولة شهيرة قال ذات يوم بأن المفاوضات هي قناة التحاور ما بين الأعداء. السلام يصنع صحيح. ما بين الأعداء. أنا أفهم في أنك عداء وفي عداء يا سيدي في يا سيدي عداء وفي عداء منحين بيجن كلنا ندرك ما موقف يا سيدي رئيس سادات كان بأقوال بشهادة دولة. بشهادة كان رئيس بشهادة دولة يستمر. ما كان مخرب وعرفات الرئيس الشعب الفلسطيني رغيف أي رئيس كان ساكن في فناديق كان ساكن في فناديق على حساب الشعب عرفات زعيم الشعب الفلسطيني عرفات زعيم الشعب الفلسطيني مع كل احترام لك أضيف لك معلومة جديدة كما تتحدث الآن أنت عن ياسر عرفات كإسرائيلي دعنا نقول من لا غير كإسرائيلي لحظة كان ساكن على حساب الشعب على حساب الشعب هكذا يتحدث جولان الفلسطينيين عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الشكل كما بأنه رئيس عصابة كيف تقارن يا سيدي هو منتخب من ديمقراطية الديمقراطية إسرائيلية فرق بين عصابة إن لم تحاور عدوك تعرف كيف فاز إن لم تحاور عدوك إن لم تحاور عدوك وإن لم تتفاوض مع عدوك وإن لم تجد السبيل إلى فؤاده إلى قلبه بغية التوصل إلى تسوية يتم من خلال هذه التسوية بأن يقوب كل طرف بالتنازل شيء ما عن موقفه لن نصل إلى السلام المنشود يا عمي يعني أمريكا رافضاً بأولادنا حان الوقت من أجل يعني السلام أمريكا تتفاوض مع القاعدة صح ولا لا حسب هذه النظرية فلماذا القاعدة هي وليد يا عمي مع العدو في عدو أعلمك القاعدة أعلمك هي وليد سياسة أمريكية أوجدتها أمريكا ولدت أمريكا لضرب الاتحاد السوفيتي ذاتها في الثمانينات أنا أعرف تحدثت مع أطراف وصفتها بإرهابية ما كانت الحرب الباردة اليوم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاور وتهرول نحو إيران مشكلة بغية إيجاد حل للمسألة الإيراني لامتلاك القدرة النووية مشكلة مع الأصل والتصرفات القيادة هذه الأيام ما ياسر عرفات قاتل بمعنى كامل نعم لم يبقى من الوقت كان عايش الفساد وبالإضافة نعم. اليوم المشكلة جولان. مع عصابة حماس سيد جولان نعم. برهوم إعلام محلسية شكرا نعم. جزيلا لك الاستمساك بأرض إسرائيل الكاملة لن يجدي نفعا نعم. هذا يعني وصفة أكيدة لاستمرار إهراق الدماء بين الشعبين سيد خميس شكرا جزيلا لك نأتي أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه المرحلة بعد قليل سوف نستمر مع مواضيع إقليمية ودولية سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده ابقوا معنا